تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، انطلقت منافسات بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة لجمال الخيل العربية الأصيلة على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة بتنظيم من الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وأقيمت منافسات اليوم الأول بمشاركة واسعة من الاسطبلات والملاك والمربين الذين يمتلكون أفضل الجياد، حيث تميزت البطولة بعروض مميزة من العارضين في إخراج معالم الجياد وأناقتها وجمالها. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن بطولة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب الله ثراه لجمال الخيل العربية الأصيلة تعتبر إحدى البطولات المهمة في تاريخ رياضة جمال الخيل في ظل وصولها إلى النسخة 12، وهو دلالة على سلسلة من النجاحات التي تحققت في السنوات الماضية، مبينا سموه إلى أن هذه البطولة تحمل اسما غاليا على قلوب الجميع. وأوضح سموه أن وصول البطولة إلى النسخة 12 بفضل الاهتمام الدائم من الاتحاد بإخراج النسخ الماضية بصورة تنظيمية مميزة، مبينا سموه إلى أن رياضة جمال الخيل ترتبط بإرث تاريخي أصيل وتمثل جانبا مهما من عراقة رياضة الفروسية التي تحظى باهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: تاريخ مملكة البحرين يشهد له الجميع في رياضة الفروسية بشكل عام ورياضة جمال الخيل العربية الأصيلة بشكل خاص، حيث تعتبر المملكة إحدى الدول المتقدمة في إنتاج الخيول العربية، واقترب اسم وتاريخ المملكة بالخيل العربية منذ القدم وما زال مستمرا بفضل اهتمام الآباء والأجداد، ونحن ماضون على هذا النهج وتعريف الأجيال المتعاقبة بهوية وتاريخ الخيل في ظل السعي في المحافظة على هذا الإرث الكبير. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بجهود الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة واللجنة المنظمة للبطولة وحرصهم على تهيئة الأجواء المثالية للمشاركين، وهو ما ينعكس على الأداء المميز في كافة الفئات، متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين. وهذا وتتواصل المنافسات الجمعة بإقامة اليوم الثاني من المنافسات والتي ستشهد مشاركة واسعة.